ليش تتكلم من ظهرك وش؟ إذن فلنصنع له مظهرا عظيما يتكلمون من ورائه. التمرين الأول سحب أمامي على الجهاز، المجاميع 4 مجاميع، العدات من 12 ل 15. التمرين الثاني ترومبا ضيق على الجهاز، مجاميع 4 مجاميع من 12 ل 15. التمرين الثالث ترومبا واسع 4 مجاميع من 12 ل 15 برضو. وطي يا عم، قلت وطي يا ابني. فلس يا ابني، فلس. فلس يا ابني، فلس. ما ينفعش مقدس فردي 4 مجاميع، العدات من 10 ل 12. اتس جاست فلقاسة. التمرين الخامس سحب ارضي على الجهاز، من 12 ل 15 برضو 4 مجاميع. اخر تمرين معانا قطنية على الجهاز 4 مجاميع في 20 عدة. كده محدش يعرف يتكلم في ظهرك تاني. وانت بدل ما انت قاعد كده اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.